السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. مستر جودة معكم في قناتكم جودة عودة، وإن شاء الله النهاردة هقدم لكم امتحان كامل وشامل للصف الثاني الإعدادي اللغة الإنجليزية الوحدة الأولى. قبل أن أبدأ في حل هذا الامتحان، نصيحتي لكم مشاهدة فيديوهات شرح هذه الوحدة على القناة، وستجدونها إن شاء الله أسفل هذا الفيديو، جميع الفيديوهات الخاصة بشرح هذه الوحدة. أولا يجب أن تشاهدونها وتدرسونها جيدا قبل البدء في حل هذا الامتحان. وقبل أن نبدأ أيضا أحبتي، أود أن أذكركم سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول حتى يصلكم كل جديد. لايك وشير للفيديو دعما وتشجيعا لنا على المزيد من الفيديوهات. سنبدأ مع بعض سويا. نبدأ في الامتحان في السؤال الأول، وهو سؤال listen. Listen and choose the correct answer from A, B, C or D. المطلوب في هذا السؤال هو أننا سنستمع إلى قطعة صغيرة، ومن خلال الاستماع إلى هذه القطعة سنقوم بحل هذه الأسئلة، وهي أسئلة اختياري كما ترون. نستمع مع بعض إلى القطعة وسأقولها مرتان. Okay. نستمع معا إلى القطعة. On Saturdays I usually get up early and help my grandmother with her shopping. Then I read or do my homework. In the afternoon I visit my friends or play computer games with my brother. انتهت القطعة. مرة ثانية. On Saturdays, I usually get up early and help my grandmother with her shopping. Then I read or do my homework. In the afternoon, I visit my friends or play computer games with my brother. نبدأ معا في حل السؤال الأول. Who do you play computer games with? My brother, my father, my sister, my mother. Huh? Bravo. My brother. When do you visit your friends? متى تزور أصدقائك؟ يلا نفتكر مع بعض قطعة الاستماع. Bravo. In the afternoons. What time do you get up on Saturdays? ما الوقت الذي تستيقظ فيه في أيام السبت؟ نفتكر مع بعض. برافو. early. Who do you help with the shopping? من الذي تساعده في الشوبينج؟ جميل. my grandmother. هكذا انتهينا من سؤال listening. السؤال الثاني هو سؤال الديالوج، والمطلوب كلمة واحدة لكل فراغ. نوال وأمل. نوال: هاي أمل، did you have the English lesson yesterday؟ فنوال قالت: نقط، because I was ill، لأني كنت تعبانة. طيب هنا ده سؤال بهل، did you have، يبقى إجابته يا إما yes يا إما no. طبعا أنا هنا هجاوب yes or no. جميل، برافو عليك. هنقول no. طبعا هي ما راحتش الامتحان. ليه؟ because I was ill، بتقول أنا كنت تعبانة، فأكيد هنقول no. فزميلتها نوال قالت oh no، سألت سؤال، تمام، لأن آخره علامة الاستفهام، وبعد السؤال ده في فراغ، تمام، وبعديه مفيش فعل مساعد، يبقى انا مطلوب مني هنا سؤال بفعل مساعد، سؤال بهل، لان مش جايب لي هنا فعل مساعد بعد النقط، يبقى انا مطلوب مني احط فعل مساعد هنا، do او does او did او was او where وهكذا. طيب نرى السؤال. yes of course. فقالت لها: not you see a doctor، هل انت كشفتي عند الدكتور؟ طبعا did you see a doctor، طبعا سألها هل كشفتي في الماضي، طبعا قالت لها yes of course. فقالت برضو سؤال هنا وآخره علامة الاستفهام، بس جايب بعد النقط فعل مساعد، يبقى أنا هنا محتاج أداة الاستفهام. طالما جايب لي بعد النقط فعل مساعد، يبقى أنا محتاج أداة استفهام في الأول. أداة استفهام زي what where when. تعالوا نفكر في أداة الاستفهام. space did he tell you، عايزة تقول لها ماذا هو أخبرك، قال لك ايه، ماذا يعني ايه، ايوه برافو، وات. قالت لها: هي تولد مي، اخبرني،
that I should have enough sleep. إن أنا يجب أن أحصل على قدر كافي من النوم. فسأل السؤال الثاني، قالت لها space hours of sleep should we have. قالت لها about 8 hours a day، حوالي 8 ساعات في اليوم. يبقى كم عدد الساعات اللي هننامها؟ كم عدد يعني إيه؟ جميل، how many، how many hours. آخر فراغ عندي، قالت I space sleep for 8 hours. نوال بتقول لها أنا، قالت لها that's good. طالما قالت that's good يبقى أنا عادة أو أنا دائما أنام 8 ساعات، دائما أو عادة يبقى always. ممكن أحط برضو usually تنفع و often تنفع. ننتقل معا إلى السؤال الثالث أو question number 3، وهو عن قطعة الفهم أو passage. بتقول read the following then answer the questions. هنقرأ القطعة ونفهمها كويس ونجاوب على الأسئلة اللي تحت القطعة. نرى مع بعض القطعة. My name is Sami. I am 13 years old and live in Alexandria, Egypt. I usually wake up at 6 in the morning. First of all, أولا, I wash my face, أغسل وجهي, and brush my teeth, وأغسل أسناني. After that, بعد ذلك, I get dressed, ألتدي ملابسي, then eat a cheese sandwich, وباكل سندوتش جبنة, with cold milk for breakfast. Next, I carry my bag. Carry. حد فاكر carry يا جماعة؟ أيوة، carry يحمل. My bag. And go to school. I always start school at 8 in the morning. And then have a lunch break. Lunch break اللي هي فسحة لتناول الغداء. And talk to my friends وأتحدث إلى أصدقائي. Next, بعد ذلك I finish school around 3. أخلص المدرسة حوالي around يعني حوالي 3 في الساعة 3 in the afternoon ظهرا. Then I wait for the school bus. أنتظر تبيس المدرسة. I arrive home. أصل للبيت at 3:30 and have some rest. وأتناول بعض الراحة. Finally I usually do my homework, have my milk and go to bed at 9 p.m. السؤال الأول، what time does Sami start school؟ what time does Sami start school؟ ما الوقت اللي سامي بيبدأ فيه المدرسة؟ طبعا هنا في نص القطعة I always start school at 8 in the morning، بس مش هينفع أقول I always، هو بيسألني what time does Sami؟ يبقى هنقول he، هنبدأ نقول he بدل I هندخل he. طبعا he always starts، لازم أقول starts، he always starts school at 8 in the morning. السؤال الثاني، how does Sami go to school؟ كيف يذهب إلى المدرسة؟ طبعا هنا ما جابهاش في الأول بيمشي إزاي، بس جابها في النهاية إن هو بيستنى أتوبيس المدرسة علشان يروح، يبقى أكيد بيروح بأتوبيس المدرسة. يبقى هنا بيقول له he goes to school on the school bus، هو بيروح المدرسة في أتوبيس المدرسة. ما ينفعش أقول by the school bus يا شباب، on the school bus. لكن باي اقولها امتى؟ لو قلنا باي بس على طول، باي بس، لكن هنا اون علشان في كلمه ذا سكول بس. السؤال الثالث، when does he arrive home؟ ده سؤال سهل جدا، بيقول I arrive home at 3:30. يبقى نقول he arrives، لازم احط له اسم المضارع عشان he، home at 3:30. ننتقل الى السؤال الرابع، لا لسه في تكمله للسؤال القطعه، وهو سؤال اختياري تابع للقطعه برضه. Sami eats space for breakfast. سامي كان بيتناول ايه على البريكفاست، على الفطار؟ افتكر مع بعض كده في القطعة نرجع اهو، بيقول لي بيتناول cheese then eat a cheese sandwich with cold milk. بس cheese sandwich with milk. Okay. Cheese sandwich with milk. يبقى الاختيار رقم A. Sami is in a space school. هو بيقول لك عنده 13، لو رجعنا للقطعة ورا هنلاقي عنده 13 years old، يبقى في preparatory school. Sami's house is space his school. لو افتكرتوا مع بعض كان بيروح في اتوبيس المدرسة، يبقى المدرسة او المنزل بالنسبة للمدرسة ايه؟ near، قريب منها، ولا far from، ولا opposite، ولا in front of؟ طبعا far from، بعيد عنها، عشان كده كان بيستنى اتوبيس المدرسة عشان يرجع بيته في نهاية القطعة. نمبر 4، choose the correct answer. ده سؤال الاختياري، وهو سؤال من الأسئلة المهمة جدا. هنختار الاختيار الصحيح. A space is a big cupboard
where you can put your clothes. ايه هو اللي انت حاجة كبيرة كده وبتحط فيها ملابسك؟ هنقول wardrobe, mirror, drawer, carpet. طبعا wardrobe اللي هو دولاب ملابس. My mother space her clothes in a big wardrobe. طبعا ايه؟ تحفظ ملابسها. برافو عليكم. keeps. number 3 space give us light. ايه اللي بيدينا light؟ الضوء. تمام برافو. ها lamps. lamps اللي هي ايه؟ اللمبات. برافو عليكم. you can see yourself in the. بتشوف نفسك فين؟ ها برافو، في المرور. on a space day Reem gets up goes to school and then helps her mother in her jobs. طبعا في اليوم النموذجي بتاعها يبقى ايه؟ on a on a typical day. برافو. number b Roberta's family home. منزل العائله بتاع روبرتا in the city is big and. big and ايه؟ مش عارفين بقى هل هو ugly ولا attractive، لازم نقرا في الاخر. it's really nice، انه حقا لطيف. يبقى هنقول عليه ايه؟ برافو. انا سامع حد بيقول attractive، جميل جدا. in Germany في المانيا there is a breakfast space after the first lesson. a breakfast break bark break bark. yes number c اللي هي break فسحة افطار. all children كل الاطفال space football on holidays usually plays. احنا كنا خدناها في مراجعة الوحدة الاولى، هل الادفيربس of frequency بتبقى قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ في الغالب هي بتبقى قبل الفعل، او دايما هي بتبقى قبل الفعل. الفعل الوحيد اللي بيجي قبلها هو verb to be am او is او are. يبقى لازم نحط الايه؟ الادفيرب of frequency اللي هي usually الاول. تمام اتفقنا ان هي في الاول. يبقى الاثنين اللي تحتانيين دول هن ايه؟ خلاص هنلغيهم. يبقى usually plays ولا usually play؟ طبعا all children جمع، يبقى usually play بدون الاس، لان عارفين الجمع الفاعل الجمع ما بياخدش اس المضارع مع الفعل. number 9 space my like feeding the chickens. ده سؤال بهل. طيب do my، do ما بتجيش مع my، my مفرد ما بتاخدش do. does my ولا are my؟ are ما بتجيش مع my ولا where my؟ طبعا الوحيدة اللي بتيجي مع المفرد هي does. طبعا مستحيل نجيب verb to be هنا لان جايب لي like في المصدر. لاحظ معايا like في المصدر، يبقى على طول ما ينفعش ان انا اجيب verb to be. verb to be بيجي معاها الفعل في ing او يجي بعديه صفة، لكن ما يجيش فعل في المصدر ابدا. number 10 space do you walk to school. قال له because. طالما جاوب because يبقى على طول السؤال بأداة الاستفهام why، لماذا. ننتقل الى السؤال الخامس وهو عن read and correct the underlined words. هنقرأ العبارة او الجملة ونصحح ما تحته خط. he reads often. لسه قايلينها من شوية. often reads. برافو. لازم أداة الظرف التكراري الاول ثم الفعل. why do you go to work. قال له by bus، بالاتوبيس. طبعا ما ينفعش why هنا، هنقول ايه؟ how. برافو. كيف. my brother don't. الله، my brother مفرد بياخد don't. اي انا سامع حد بيقول لي لا طبعا ما ينفعش، امال ينفع ايه؟ برافو عليكم. doesn't. they don't always play. اوعى تقول لي they مع play، ما ينفعش طبعا. ليه؟ they بتاخد ايه؟ بتاخد المصدر في المضارع، هنا الاس المضارع دي ما ينفعش تيجي مع they، يبقى they always او they don't always play بدون الاس، لان they ما بتاخدش اس المضارع. نيجي لسؤال مهم جدا وهو سؤال الباراجراف. والباراجراف السنه دي طالب مننا 90 كلمه. في فيديو على القناه وان شاء الله هسيبه لكم تحت هذا الفيديو بيشرح موضوع الباراجراف من الالف الى الياء. اول جزء في الباراجراف هو جزء الانترودكشن سنتنسز او الجمل الافتتاحيه اللي بنقولها في اي باراجراف. هنكتبها مع بعض وممكن نحفظها ونحطها في اي باراجراف مع بعض. اول جمله first of all، اولا I would like to say، اود ان اقول that talking about this topic is very important. التحدث عن هذا الموضوع مهم جدا. دي اول جمله ممكن تنفع لاي موضوع باراجراف. طيب الجملة الثانية برضو معاها in this paragraph I am going to write about my school day. في هذا الباراجراف انا هتكلم عن او انا سوف اكتب عن
my usual day. طبعا هنا الباراجراف your usual day اللي هو يومك المعتاد، بتعمل ايه في يومك المعتاد اللي هو your typical day مثلا. ممكن يجي لنا your typical day او your day حتى من غير اي حاجة خالص. يبقى احنا لازم نعرف ان هو عايز نتكلم عن اليوم بتاعي، فانا هقول له الباراجراف عن my usual day، عن يومي الايه المعتاد. كده احنا خلصنا الانترودكشن سنتنسز، تقريبا عملنا فيها حوالي 20 كلمة او اكتر. ننتقل الى جسم الباراجراف نفسه. اول جملة عندي I get up، انا استيقظ at 6 o'clock in the morning. قبل ما تجاوب على الباراجراف، بعد ما تكتب الانترودكشن سنتنس، حاول ترتب وحاولي ترتبي افكاركو في جنب كده، على جنب في كراسة كده، وتكتبوها حتى لو in Arabic، يعني لو باللغة العربية ترتب أفكارك، تشوف الجملة الأولانية هتقولها إيه، وبالعربي كأنك بتكتب موضوع تعبير باللغة العربية. لازم أحبتي ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، وهي نقطة البانكتويشن. البانكتويشن اللي هي الترقيم، لازم أبدأ جملتي بحرف كابيتال وأختمها بنقطة. لازم جملتي تبدأ بحرف كابيتال وأختمها بنقطة. وبرضو في عندي الكابيتاليزيشن اللي هي الحروف الكابيتال، لازم احافظ عليها. حروف الاسماء الاشخاص لازم تكون كابيتال، شهور السنة وايام الاسبوع لازم تكون كابيتال، اسماء الدول واسماء المدن الكبيرة لازم تكون كابيتال. البانكتويشن مهم جدا في موضوع الباراجراف، وبنحاسب عليه وبينقص، واولاد كتير جدا بيقولوا احنا نقصنا ليه، والموضوع بيتعلق بموضوع الترقيم ده، لازم نذاكره كويس. طيب يبقى احنا نحافظ على الحرف الاولاني يكون كابيتال، ونحط نقطة في اخر الجملة زي ما انا عامل كده، ولو في عندي حاجة عايزة تتكتب بحرف كابيتال لازم اكتبها بحرف كابيتال، والكوما اذا كانت الكوما مطلوبة تنحط برضو في مكانها. احنا كده قلنا بدأنا في جسم الباراجراف، وقلنا اول جملة طبعا انا هصحى من النوم، فهقول I get up at 6 o'clock in the morning. الجملة التانية I take a shower، طبعا طبيعي انا هاخد دش، then I pray ثم أصلي. After that يعني بعد ذلك I have breakfast، أتناول الإفطار with my family مع أسرتي. Then I get dressed ثم أرتدي ملابسي. After that I pack my school bag، برتب شنطة المدرسة بتاعتي. Then I walk to school، أنا بمشي للمدرسة. هزود حتة من عندي كده علشان أكتر الكلمات، أقول because my school is near my house، لأن مدرستي قريبة من بيتي عشان كده أنا بمشي. تمام؟ I go to school with my brother and sister، أنا بروح المدرسة مع أخويا وأختي. Okay؟ My school starts at 8 o'clock in the morning، مدرستي بتبدأ الساعة 8 في الصباح. I have many subjects at school، أنا باخد مواد كتيرة في المدرسة. I talk to my friends at break، أنا أتحدث إلى أصدقائي في الفسحة. We have 8 lessons a day، إحنا بناخد 8 حصص في اليوم. The school finishes at 3 o'clock in the afternoon، المدرسة بتنتهي في الثالثة من الظهيرة أو من بعد الظهر. I go back home at 3:30 in the afternoon، أنا برجع للبيت في الساعة 3:30 في فترة الظهيرة. Okay. I have lunch at 4 o'clock in the afternoon، أتناول الغداء الساعة 4 في فترة الظهيرة. I do my homework، بعمل الواجب بتاعي in the evening. تلاحظوا إن أنا مرتب الأفكار كلها ورا بعضها. Then I watch TV and go to bed. ده من المواضيع المهمة جدا اللي متوقع إن هو ممكن يجي لك آخر السنة. الفكرة ان احنا عايزين ما نحفظش باراجرافات، احنا عايزين نتعلم ازاي نكتب باراجراف. طبعا الجملة في اللغة الانجليزية ازاي نعملها وازاي الحاجات دي انا جايبها عندي في القناة في فيديوهات مخصوصة، ازاي تكتب جملة صحيحة وازاي تكوين الجملة الصحيحة، وناخد بالنا من موضوع الترقيم، ونرتب افكارنا في جزء خارجي، جزء بعيد خالص عن المكان اللي بكتب فيه الباراجراف. هكتب الباراجراف في مكان، وهكتب المسودة بتاعتي هنعتبرها مسودة في مكان آخر أرتب فيها أفكاري، إن شاء الله هتجيبوا الفول مارك في الباراجراف. وبكده أحبتي نكون قد انتهينا من درس هذا اليوم، أتمنى أن يكون الدرس قد نال إعجابكم،
فضلا سبسكرايب او اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الاول، ولايك وشير للفيديو دعما وتشجيعا لنا على المزيد من الفيديوهات، وحتى ألقاكم في الفيديو القادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.